مناجات، مناجات نفحات من الكلم ورشحات من النغم، مناجات تخاطب القلوب في انكساراتها وتناجي وتسبح ربها، مناجات استرواح وجداني مع رشيد غلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد كامل النور وعلى آله وأصحابه وذرياته ذوي السعادة والحبور ومن والاه إلى يوم الدين. أيها المستمعون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بحضراتكم في حلقة أخرى من برنامجكم مناجات. مناجات رشحة من إيمان ونفحة من دقائق معاني الإحسان، وشذرات من لآلئ القرب من الله، ومناغات من نسائم عذب الأنس بحضرته العلية. لحظات ذكر هي مناجات، وتبتل ودعاء، لحظات همس في أذن القلوب حتى نسمع الفطر نداء الحق الأزلي: ألست بربكم؟ فتشتاق وتتعلق وتهفو وتتقرب. يا من له عنت الوجوه بأسرها، وله جميع الكائنات توحد، يا منتهى سؤلي وغاية مطلبي، من ذا الذي عن باب حبك يطرد؟ أنت المؤمل في الشدائد كلها، يا سيدي ولك البقاء السرمد، ولك التصرف في العباد كما تشاء، فلذاك تشقي من تشاء وتسعد. أمن علي بتوبة يا من له قلب المحب مقدس وموحد. أعزائي الكرام، وصلنا في الحلقة السابقة عند قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما أحد أحب إليه المدح من الله تعالى، ولذلك مدح نفسه، ولا أحد أحب إليه العذر من الله تعالى، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. والمناجاة هي مدح واعتذار، ويضاف إليها السؤال والطلب، لأنه مظهر للعبودية، والله يحب من يسأله. الله يحب المدح، أي يحب الثناء، يحب أن يسمع ثناء خلقه عليه ومدحهم لذاته العلية وأوصافه السنية، بل لذلك خلق الخلق وأخرجهم من ظلمة العدم وأنشأهم على أحسن صورة، وخلق الوجود على أبدع ما يكون الإيجاد، ونثر فيه من تجليات جماله وإحسان صنعته
ما يكون مجلا لأوصافه وكمالاته ومظهرا لجماله وكماله تعالى عز وجل، حتى يتعرف خلقه عليه من بديع آياته ويشهدون جميل وصفه في بديع صنعه. ولذلك أمرهم في القرآن الكريم بالنظر في آيات الوجود تخفي عن الناس سنا طلعتك وكل ما في الكون من صنعتك، فأنت مجلاه وأنت الذي يرى بديع الصنع في آيتك. ثناء الخلق على الله عبادة عظيمة كما يقول الإمام علي كرم الله وجهه: الثناء على الله شراب الروح، وهو من أفضل الذكر، إذ أفضل الذكر شهود المنة الإلهية المحيطة بالعبد، أفضل الذكر شهود المنة الإلهية المحيطة بالعبد، ولا ينفك عبد عن نعمة من النعم تحيط به. يقول سيد بن عطاء الله السكندري رضي الله عنه تعالى: نعمتان لا ينفك عنهما موجود، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. وكل نعمة تصل العبد إنما هي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، كما في كتابه العزيز. فتوالي هذه النعم على العبد إنما هو تعرف منه سبحانه إليه، أي تعرف من الله تعالى على عبده ليعمل قلبه ولسانه وجوارحه في شكر الله ومدحه والثناء عليه والتزلف إلى جنابه العظيم. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. والله سبحانه وتعالى يحب العذر، أي يحب الاعتذار كما في الحديث. والعذر كما هو عند الراغب الإصفهاني في شرح مفردات القرآن: العذر تحري الإنسان ما يمحو به ذنوبه، ويقال عذر وعذر على ثلاثة أضرب: إما أن يقول لم أفعل، أو يقول فعلت لأجل كذا فيذكر ما يخرجه عن كونه مذنبا، أو يقول فعلت ولا أعود ونحو ذلك من المقال. وهذا الثالث هو الموصوف بالتوبة: واعتذرت إليه أتيت بعذر، وعذرته قبلت عذره، وكذا عذرت فلانا، أي أزلت نجازة ذنبه بالعفو عنه، كقولك غفرت له أي سترت ذنبه. فالحق سبحانه وتعالى يحب أن يعتذر عباده إليه، يحب سماع معاذيرهم، يحب إقرارهم بالخطأ والعجز بين يدي حضرته، مناجاة لا يسمعها أحد إلا هو بينه وبينهم في خلوات الذكر وقربات السجود وسكون الليل. يحب اعتذارهم ليعذرهم، يحب استغفارهم ليغفر لهم، يحب تطهرهم وتوبتهم ليحبهم. كلما أثبتوا أوصافهم كلما تجلى عليهم بوصفه العظيم، كلما تحققوا بأوصاف العبودية كلما أمدهم بأوصافه أوصاف الربوبية. المناجاة بين يدي الله تمسكن وتباؤس وتملق،
علم العبد بأن الله كريم وعفو غفور رحيم، يجعله يتملق بين يديه، يجعله ملحا في طلبه، مجتهدا في إظهار عجزه. والاستغفار ما هي ذلك كله؟ أعزائي المستمعين، أترك حضراتكم مع هذه المناجات للشيخ عبد العزيز الدريني رضي الله عنه تعالى، وإلى اللقاء بحضراتكم في فرصة قادمة إن شاء الله. إلهي تفضلت فعم إفضالك، وأنعمت فتم نوالك، وسترت فتواصل غفرانك، وغفرت فتكامل إحسانك. جل جلالك فتعالى، وانهل نوالك فتوالى، تعاليت في دنوك وتقربت في علوك، فلا يدركك وهم ولا يحيط بك فهم. أنت الأول والآخر، الباطن الظاهر، أنت الواحد لا من عدد، الباقي بعد الأبد. لك خضع من ركع وذل من سجد، وبك اهتدى من طلب ووصل من وجد. إلهي كيف يحيط بك عقل أنت خلقته، أم كيف يدركك بصر أنت شققته، أم كيف يدنو منك فكر أنت وفقته، أم كيف يحصي الثناء عليك لسان أنت أنطقته. إذا تلمحت عظمتك أبصار البصائر، عادت بنور سلطانك كليلة، وإذا تجمعت عظائم الجرائم، كانت في جنب عفوك قليلة. سبقت السبق فأنت الأول، وخلقت الخلق فعليك المعول. عجبا للقلوب كيف استأنست بسواك، وللأرواح كيف استقرت، والأسرار بنور البصائر تراك، وللألسن كيف شكرت من لا يقدر على شيء لولاك.
وللأقدام كيف سعت إلى غير رضا. إلهي كيف يناجيك في الصلوات من يعصيك في الخلوات لولا حلمك؟ أم كيف يدعوك عند الحاجات من ينساك عند الشهوات لولا فضلك؟ أم كيف تنام العيون وفي كل ليلة تقول هل من تائب هل من مستغفر هل من سائل؟ أم كيف كفت الأكف عن سؤالك وسيل الجود سائل؟ أم كيف ينقطع عن عنك من لم تقطع عنه الوسائل؟ أم كيف يباع؟ اللهم ارزقنا حسن الإقبال عليك والإصغاء إليك، وارزقنا الفهم عنك والبصيرة في أمرك والنفاذ في طاعتك والمواظبة على إرادتك والمبادرة إلى خدمتك وحسن الأدب في معاملتك والتسليم إليك والرضا بقضائك يا